السلام عليكم، رمضان كريم، يدخل عليكم بالصحة والسلامة والهنا وباش ما كتمناو إن شاء الله. بالنسبة للفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نحضروا شباكية وسلو، نتمنى تتابعوا معايا الفيديو حتى الأخير ونتمنى يعجبوكم. كيف ما تتشوفوا في الصورة، الشباكية ديالنا تتجي مجعبة وهشيشة وشربة العسل. تابعوا معايا الفيديو الاخير ان شاء الله باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كيف ما تتشوفوا السلو راه درته بالطريقه المغربيه التقليديه، وبلاصه الفورص درت الدقيق ديال النخاله، يعني دقيق القمح الكامل. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، و الى عجبوكم ما تبخلوش عليا بواحد لايك وبارطاج فضلا وليس امرا. ندوزو على بركة الله المقادير. عندنا 2 كيلو ديال الفورص، 2 كيسان ديال اللوز، وجوج ديال الجنجلان، 2 معالق كبار ديال حبة حلاوة، وجوج معالق كبار ديال النافع. بالنسبة للمسكة الحرة طحنتها مع شوية السنيدة. عندنا 2 صفار البيض، وقبصة ملح، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، ملعقة ديال القرفة، عندنا ملعقة صغيرة ديال الكوزة. بالنسبة للجنجلان واللوز تيكون محمرهم غير شوية، متحمرهمش بزاف. بالنسبة للسوائل عندنا كاس ديال الزبدة مدوبينها مزيان حتى ما بقاش فيها الماء، 2 كيسان ديال الزيت مخلطين بين زيت العود والزيت النباتية، وعندنا كاس ديال الخل. عندي هنا قنينة ديال الماء الزهر. بالنسبة للمبتدئات ما تعرفوش بالضبط القياس ديال الماء، بالنسبة لي أنا العبار ديال 2 كيلو درت فيه قرعة ديال الماء الزهر، وعاودت لنفس القياس ضفتو ديال الماء، كان كافي، ما ضفت عليه حتى نقطة من غير هاد المقدار اللي عطيتكم. هنا بيتها ليلة كاملة في الثلاجة. نسيت ما ذكرتش مع المقادير ضفت ملعقة صغيرة ديال الخرقوم هكا باش يعطينا اللون. اللي عنده زعفران يديرو، اللي ما عندوش يدير ملون اصطناعي، كل واحد تيبقى على حسب اللي متوفر عنده في البيت. هنا خليت وحدة باش نوريكم الطريقة. بالنسبة لي أنا كل كيلو قسمته على 7 ديال القطع، ومن بعد ملي تنسرحهم هكا تنقسم تاني كل وحده تنقسمها على 2 باش تجيني سهله في الطرق، وحتى الشباكيه ما تجيش كبيره بزاف. تنقسمها على 2، صافي، وتنسرحوها بهذا الشكل. صافي، وتنقطعوا هذوك الزوائد اللي تيكونوا في الجناب، دائما حتى انا واحد البلاستيكه تنخليوهم فيها. تنحصلوا عليهم بهذا الشكل. انا باقي غادي ندوزهم في الماكينه، ما رققتهمش بزاف.
هنا غادي ندوزهم في الرقم 4 ومن بعد نعاودهم في الرقم 2. صافي تجي على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما ورقتهم كاملين بهذا الشكل هذا غادي ندوزو باش نشكلوهم ان شاء الله. تنقطع هنا كيف ما كتشوفوا 6 ديال الأشرطة. تنشبكوها بهذا الشكل كيف ما واضح في الصورة. صراحة الطريقة ديال التشباك نقلتها من حليمة الفيلالي، طريقة سهلة وزوينة تجي على شكل قلب. غادي نعود معكم واحدة اخرى ان شاء الله باش تكون الصورة واضحة. تنضغطو مزيان على الجوانب باش ما تحلش لينا في القلي. وتنقطعو هذيك العجينه اللي تتكون زايده في الجوانب. صراحة هالطريقة ديال التشباك أسهل ما يكون والنتيجة تجي روعة. نتمنى إن شاء الله تجربوها. عندي واحد الصديقة عزيزة قالت لي كتلقى مشكل في التشباك، نتمنى إن شاء الله نكون فدتها شوية. صافي غادي نستمر بهذا الشكل ان شاء الله حتى نكمل الكميه كامله ونعاودو نتلاقاو.
بالنسبة للعسل فأنا صوبته في الدار، تيجي زوين. اللي بغيت نشارك معكم الطريقة، وهنا عندنا السمسم ورقائق اللوز للتزيين. وهنا غادي ندوزو باش نقليو الشباكيه ديالنا، وغادي نعطيكم السر باش تجيكم مجعبه، هو اننا تنسخنو الزيت وتنحيدو من فوق البوطه وتنحطو الشباكيه حتى تبان لينا طلعات كامله الفوق، عاد باش نرجعوها فوق العافيه. الصراحه بهذه الطريقه تتجي مجعبه وشاربه العسل. صافي، هنا من بعد ما طلعت الشباكيه كامله بحال هذا الشكل الفوق، غادي نحطها فوق النار. صافي، من بعد ما ولات بحال الشكل مذهبه تنطفوها في العسل ونزينوها بالسمسم. نحاولوا العسل مرة نبردوه مع تيسخن مع الشباكية وتيجرى. الصراحة طريقة ناجحة 100%، جربوها على ضمانتي. هنا تنحط تسقطر من العسل، ومن بعد تنزينوها بالجنجلان. صافي، غادي نستمر بهذا الشكل ان شاء الله حتى نكملها كامله ونعود نتلاقاو. كيف ما كتشوفوا الشباكيه ديالنا تتجي بهذا اللون محمره، والحاجه الضروريه والاكيده هو انكم خصكم تنقصوا البوطه بزاف، يعني طيب على خاطرها، ما تجهدوش ليها البوطه، الا جهدتوها غادي تطيب من برا وتبقى معجنه لكم من الداخل. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وتنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وتنتمنى تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. مع السلامه، الى الفيديو القادم باذن الله.